La 6e édition du Cap Spartel Film Festival a porté son regard sur 3 jeunes réalisateurs venus parler de leur savoir-faire en termes de création artistique. L'atelier organisé à la Cinémathèque de Tanger a permis au public de ce premier jour de festival de rencontrer des professionnels de l'image qui ont su trouver les mots pour répondre aux nombreuses questions des cinéphiles. غنهضروا على التجربه ديالنا وداكشي ولكن اهم حاجه هو يعني نتوما كحضور جيتو تحضروا شنو بغيتو مثلا تعرفوا حنا غنحاولوا ناخذوا واحد شويه الوقت ما نهضروش بزاف يعني واحد 5 دقائق الواحد نهضروا غير على تجربتنا كيفاش بدينا ولكن من بعد نمشيو عندكم نتوما فاش جيتو هذا الصباح هنا اشنو بغيتو تعرفوا صباح الخير عليكم انايا يزيد القديري مخرج شاب لأن هذا مشارك بالمهرجان بأول فيلم قصير ديالي على المستوى الاحترافي أنا درت 5 سنين ديال الدراسة الأكاديمية في السينما عندي ماستر في الإخراج في الإسماك ديرون لي زيتود درت جوج الأفلام يعني كيتعتبروا أفلام ديال التخرج ومن بعد ما تخرجت درت الفيلم القصير الأول ديالي مشارك في المهرجان هو باش كتبدا كدير السينما ماشي الا بدا خصك تكون من صغرك وانت اتيري باغ لو سينما كوم ان ار لان لي زار كاملين 7 ولا 8 ولا مش لا يسون ان تو اللي فيهم لا دونس اللي فيهم الليتيراتور اللي فيهم اكسيتيرا دونك من صغرك واخا تكون ميوزيسيان واخا تكون ارتيست اكسيتيرا في اي دومين في لو موند دار Tu peux être attiré par le cinéma. Et le cinéma, on sent que c'est un art qui regroupe le tout. Qui me dit à travers le cinéma de dire des images de théâtre, qui me dit la peinture. C'est ce que j'ai essayé de faire mon court métrage. C'est d'utiliser les arts, les humains, la danse, la musique, la peinture, la calligraphie. Donc, je suis allé à la maison. ولكن هذاك الكوميل ديال ديك لي زار اللي هنا اي واحد فيكم هنايا يقدر يكون عنده واحد البونشون لواحد الدومين كيما بغى يكون ارتستيك بديت السينما تري طار في الحياه ديالي كنت في الاول باغي ندير فنون تشكيليه لي زار بلاستيك مون بير في لارمي بزز عليا ندير شي خدمه اللي ما باغيش نديرها هنايا درت 10 ans ديال لارمي وعاد من بعد ملي خرجت من العسكر عاد درت السينما يعني كانت باسيون وبقات باسيون حتى ترياليزا ديك لو غيف كيفاش تنخدم انايا الافلام ديالي بويسكو انايا في لاغ بلاستيك اغلبيه ديال المشاهد ديالي شي مشاهد ملي تنبدا نكتب كنختار واحد الموضوع هذاك الموضوع كندير عليه ريشيرش بحث علاش هادي ومنين جات وشحال د الناس المهم على حساب لا تيماتيك كنكتب شويه على ديك لا فيكسيون اللي باغي ندير انا ديك الموضوع اللي خيالي وكنزيد لو ستيل ديالي انا في الكتابه ولا في السينما سي سورياليست ان تي بو في عالم اخر كنكومبيني لي دو كيفاش كنكومبيني لي دو سي ا ترافير لارت بلاستيك لو ديسان يعني تنكتب اون بارتي لي ريال واحد الانسان تلاقى مع واحد الانسان في واحد البلاصه تعرفوا طرا واحد المشكل باش نحلوا داك المشكل كندخلوا فشي مشاكل وحدين اخرى هذوك المشاكل باش كنحلهم انايا سرياليه تنبقى نمشي لواحد لا ديمونسيون واحده اخرى اللي ايماجينير كلشي كاين غير بالسيمبوليك وفيغوراتيف دونك لو ديسان هو اللي كيعاونني اكثر باش نوصل واحد لي ميساج